هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الحاجة هي أنه كنا محتاجين لثلاث نقاط، هذه أهم حاجة. علاش؟ لأنه تنعرفوا أنه لا سيما إحنا كفريق كبير في المغرب، أنه الجمهور ديالنا بغى دائما ننتصروا الحق ديالو. كنا محتاجين كما تنقولوا باش نفوتوا هذه العقبات. بالنسبة كاينين جوج المسائل اللي مهمين في هذه المباراة، وانه الى عندنا كره كنقول لك بالفرنسيه ساتيسفي، الى عندنا الكره انه داكشي اللي تنطلب في التدريب وداكشي الطريقه اللي بغيت اللاعب كنت نقول لي دونتيتي تاعك الوداد اللي بغيت هذه السنه، فعلى طاط الفتح كانت مزيان ولكن اليوم احسن اكثر. الايقاع دفاعيا خاصنا نحسنوا اكثر، لانه الا بغينا نكون ثاني واقعي وبغينا نكونوا نفسوا على القاد في دوريات غادي مع فرق اللي عندهم امكانيات كبيره، خاصنا نكونوا اكبر تركيز واكثر تركيز، يعني اكثر تركيز لانه باش نسجلوا هدف وكورنر نعطيو هدف هكا وعاوتاني كما تقول تعطيو لي كادو، خاصك الى ماركيتي بيت ولا دو خاصك تقفل المباراه. على العموم غادي نركز على المسائل الايجابيه والانتصار. عندنا شغل كثير، عندنا شغل ولكن كاين تحسن. مرتاح للعميق واللعابة، لأنه ماشي صعيب أنه تسجل جوج الأهداف وتسجل عليه جوج الأهداف، أنه في الشوط الثاني أنه ترجع. بالنسبة لنا النتيجة هي أهم حاجة صراحة، بالنسبة لي أهم حاجة. الطريقة كما قلت لك بالكرة مزيان، دفاعيا نحاول نحسنها إن شاء الله. صراحة هذا هو اللي قصدت لك، لأنه علاش بديت أنه قلت أنه النتيجة هي أهم حاجة. تعرفوا احنا في كرة القدم إلى ما النتائج ما كانوش تكبر الضغط ولا تحس به اللاعب، تحاول ما يمكن انه باش تعطي ديك الثقة كمدرب ولكن تحس به اللاعب أكثر. وهادشي لاحظنا ملي سجلنا لنا جوج الأهداف أنه في الشوط الثاني كان واحد كما كنقول واحد التوتر شوية. ولكن هذاك الشيء اللي قصدت لك أنه باش رجعوا في المباراة وحاولوا يتمسكوا في الأعصاب ديالهم ويسجلوا أهداف، انه هذا شيء جد ايجابي. احنا محتاجين لهذه الثقه في هذا الوقت هذا، تنهدي هذا الانتصار والجمهور، لانه ما حسيتش انا واش لاعبين من خارج الميدان، لعبنا جوج ماتشات داخل الميدان وهذا هو اللي دافع لازميتو، تسجلوا عندنا جوج اهداف جوج وباقي التشجيع تاع هذا هو اللي عاون اللاعبين انهم عطاهم الثقه. زعما برافو عليهم، تنتمنى ان شاء الله نكون عند حسن الظن ديالهم دائما، وهذا غادي نعملوا عليه. احنا واعيين كما كنقولوا بالمسؤوليه، انه ولا قصدت بالخصاص انه دفاعي، لانه خصنا نصلح باش نكون واحد المستوى، هادشي واعيين به ما نقدرش نتهربوا منه. غادي نشتغلوا عليه في التدريب باش يكون نفس المستوى كما كنقولوا باراليل مع الى عندنا كره، لان عندنا كره تنحاول دومينينا الفتح دومينينا المحمديه، ولكن دفاعيا خاص نطلعوا احسن. سعد متفق معك 100%. في الاول اولا بغيت نشير لواحد الحاجه، انه المجموعه اللي عندي مجموعه متقاربه في الامكانيات. عندي جوج المسائل اللي مهمين بغيت نشير لهم، انه لازم تكون واحد الفريق اللي هو كما كنقولوا عنده لي زوتوماتيزم هذه معروف عليها، ولكن غادي نحاول ما يمكن نخدموا اكثر اللاعبين، لانه كاين مباريات كثار كما قلت لك النيفو متقارب. خصنا الفتح القانون تاع كرة القدم اللاعب الاخر تيجيو الفرصة ديالو. بالنسبة لي انايا حتى انا باقي تنقلب كما قلت لك على الاونس تيب ولا لي دوز تيب، اليوم كانت واحد البديلة اللي هي حسنة، لماذا انها تكون البداية ان شاء الله باش نحاولوا نلقاو واحد الفريق اللي هو كما تنقولوا عنده هذوك الاوتوماتيزمات كما تيكونوا كاع في الفرصة. سعادي اليوم يعني جوج ماتشات ربعه ديال البيوتا، شفنا بان اغلب البيوتا يعني اغلب الاهداف اللي تسجلها ضد مرمى فريق الوداد الرياضي كانت اخطاء نقدروا نقولوا بان في التغطيه ديال البريمير بوطو، يعني واش كتشوف بان هذا الخلل هذا خاص الوداد يشتغل عليه ولا مساله يعني عاديه؟ انا ما نقدرش نقول لك عاديه، الا قلتي لي ربعه الاهداف في مباراتين فانه خلل اللي لازم خاصنا نشوفه ونشتغل عليه في التدريب، خاص الواحد يتحمل مسؤوليته. انا كمدرب ما قلت لك مسؤول على انه الفريق ديالي نعاونه، انا ما عادش نقول لك هذا اللاعب دار هذا ليفو ولا هذا اللاعب ماشي في هذا المستوى، لا انا قلت لك انه عندي الثقه في المجموعه ديالي
انا هنايا باش نعطيهم واحد الطريقه اللعب هجومي ولا دفاعي اللي تعاونهم. هجوميا كي قلت لك الى عندنا كره مرتاح لحد في المباراه الثانيه، ماشي نقول لك انا وصلنا، المهم تنقدموا تنتحكموا في المباراه. دفاعيا غادي ناناليزيو هذا، غادي نشوفوا الخلل. لحد الان تصرالنا جوج هذا الكونتاكت ما بين المدافعين، الكونتاكت ما بين المدافعين كما كنقولوا تنشوفوا عمق الكره ما تنشوفوش اللاعب. هذه المسائل اللي غادي نشتغل عليهم. الحمد لله انه عندنا الحين عندنا 10 ايام كما كنقول، عندنا الوقت باش 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 نتدربوا اكثر. كاين لاعبين غادي يمشيو للمنتخب، ولكن هذه المسائل اللي لازم نعرفوا عليها. شكرا. هما خمسه الماتشات الرسميين، شو باقي الان الاماكن ديال الخصائص اللي باقي في تقلبوا عليهم شنو بقى لك من طريح؟ لا بالنسبه انا قلت لك بانه قلتها دائما باش عاوتاني ما نقولوش الهضره هذا. انا بالنسبه لي انايا متركز على الشغل ديالك، انه مجموعه اللي عندي عندي فيها الثقه ديالها، عندي الثقه هذا حتى ماشي مجامله الاداره. انا السيد الرئيس سعيد انه عندي معاه اتصال اللي هو يومي وتيوفر لي هذاك الشيء اللي انا بغيت. المجموعه اللي عندنا مجموعه اللي قويه وغادي تبقى قوى، خاص النتائج، خاص لي بوان، وبكثره التدريب وبكثره الاشتغال غادي ان شاء الله. انا تايق بانه الطريقه اللي بغيت نوصل فريق الوداد في طريقه اللاعب اللي لهم في الدين ديالنا انه غادي نتحسنوا فيها كل يوم. تنتمناو النتائج انهم يكونوا في الجانب ديالنا، لانه الثقه جد مهمه جد مهمه، واليوم كانوا بوادر حزنه نتمنوا ان شاء الله انه نستفيدوا في المستقبل. تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سيت تيفي.